بالنسبة للأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، في بني سويف تم الإعلان عن انتهاء من تبطين 464 كيلو متر من الترع. في شمال سيناء تم وضع حجر الأساس لمشروع إسكان الريسة في مدينة العريش، ده غير أخبار تانية كانت في محافظة أسوان وسوهاج. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، البداية من بني سويف اللي تم فيها الانتهاء من تبطين 464 كيلو متر من الترع بتكلفة تزيد عن 1.06 مليار جنيه تقريباً، والترع دي بتخدم أكتر من 361 ألف فدان. في سوهاج تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج امبارح الموقف التنفيذي ل 217 مشروع في قطاع الصحة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. المشروعات دي عبارة عن 108 وحدة صحية و25 مركز طبي و27 نقطة إسعاف و8 وحدات إسعاف تطوير شامل، ده غير إنشاء 4 مستشفيات مركزية ورفع كفاءة 44 وحدة صحية. في شمال سيناء تم وضع حجر الأساس لمشروع إسكان الريسة بمدينة العريش، وده ضمن الاحتفال بعيدها القومي وذكرى تحرير سيناء، ده غير تخصيص 50 مليون جنيه لإنشاء المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة الحرفية، واللي بيضم 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة. في أسوان نظمت قصور وبيوت الثقافة فعاليات لإحياء الليالي الرمضانية بهدف إطفاء الأجواء الترفيهية والاحتفالية على مواطني المحافظة بمختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.